طبعا هذا من القانون، القانون المعاقين كقانون الجديد. قانون يصدر بمجلس الأمة، هذا من قانون المعاقين ترى من أهم القوانين اللي أصدرت، يعني حتى لا لكن لم يطبق، طبق منها المادة هذه. نعم ماشي، احنا نطبق منها جزئية معينة، ها نتفائل بتطبيق الجزئيات الأخرى، لا نحجر على تطبيق جانب معين، الآن طبقنا هذه فنستفيد احنا من تطبيق القانون، معناته أن فيه قانون أصدر من البرلمان وطبق منه جزئية معينة، إذا احتمال تطبيق القانون السابق ومواده ممكنة. نعم. سياق اللي ما ذكرت تمر. ما زلنا في الرياضة، يعني اليوم خبر الرياضة كان مهم، اليوم القادسية راح تواجه الاتحاد السوري الاتحاد الحلبي، جريدة الراي عنوان القادسية هي آسيوية، يتلقى الاتحاد السوري في نهائي كأس الاتحاد. طبعا أول مرة القادسية أو أول مرة تكتب الراي عن القادسية بهالطريقة بهالمشهد. أي طبعا هذا يدلك على أن إحنا في الكويت نعم في حدث كويتي كلنا ندعم هذا الحدث. نعم. ما نفرق هذا مثلا مع القادسية، هذا مع الكويت، هذا مع سين، هذا مع شين، لا. علم الكويت. علم الكويت يجمع الجميع. الآن هذه القادسية يمثل الكرة الكويتية في هذه المباراة النهائية. المباراة النهائية حساسة. أأمل وأتمنى أن يتوج نادي القادسية بالبطولة. نتمنى الجميع أن يكون يأخذ مثل ما أخذ نادي الكويت البطولة ويصبح النادي يعني كاس الاتحاد الآسيوي، ما زال ويكون الشيخ طلال كذلك فأل حسن، فأل حسن إن شاء الله أن فأل حسن. ما زالت قضية الرياضة موجودة، فتيات الكويت طبعا هذا خبر في الرأي، يقول فتيات الكويت يهزمنا عمان في البطولة الخليجية للطائرة، يلاقينا الإمارات اليوم والبحرين تواجه قطر. رياضة الفتاة أو رياضية الفتاة الكويت، هل فعلا بدينا نتقدم في هذه القضية أم ما زلنا؟ اه شوف رياضة الفتاة بالكويت مثل ما تقول محفوفة، قامضة ومحفوفة بالمخاطر. وين المخاطر اختي؟ مخاطر عندك مثلا مراقبين، فتاة مراقبة من لجنة الظواهر السلبية في البرلمان. الفتاة لا تنطلق مثل باقي الانطلاقات، يعني انت لو شفت الفريق النسائي هذا فريق غالبيته من المحجبات. غالبيته محجب ولعب الكرة الطائرة وفاز الفريق. ليش ما نعامل الفتاة معاملة عادية؟ تلعب كرة او لا تلعب كرة وفق الضوابط الشرعية. لا يجب أن يترك الحبل وفق الضوابط الشرعية، إذا كان ولا بد بطولة نسائية، فما الفرق بالبطولة النسائية؟ إي طبعًا كانوا شروط أن صالات تكون ما يدخلها الرجال ونوادي تكون شروط متوفرة، أنا شروط متوفرة يعني شروط متوفرة. الآن لو تشوف الحضور ولا غالبته من النساء. إحنا قاعدين نشوف الحين يمكن طريقة الرياضة النسائية إذا قيدت بطريقة معينة وجعلت لها ضوابط سيكون هناك نهضة رياضية في الفتاة يعني. نعم إذا هناك ضوابط وفق الضوابط. انت عندك بطلات بالرمايه في الكويت، عندك بطلات بالرمايه وعندك عندك بطلات، يعني انت تحجمهم يعني توقفهم عند هذا الحد، وفارسات كذلك. نعم نعم, نعم. حققوا حققنا البطوله الاسيويه بالنسبه للفارسات الثلاثه. نعم. ثلاثة. قبل ان يحقق الاخرون. صح. ما زلنا في يمكن عندنا قضيه امنيه، اليوم جريدة الراي تعرض مساله موجوده في حولي، وهذا يمكن انا شفته بام عيني، بان ولي امر يلقن أزعر.com مدرسة ضربة واحتجت بسيارة معاكسة ابنه، الواقع حصلت أمام مدرسة في حولي. مسألة حولي يعني مدارس أجنبية، مغازل، المشكلة الوافدين، يا غريب كن أديب، هذا المثل غير موجود عندهم جملة وتفصيلة حتى في القضية اللي قاعد تطرح، لابد أن يأخذ بعين الاعتبار. إحنا قاعدين نشوف الصور، أنا أعتقد أن الصور معبرة جدا أخ سلمان. نعم نعم أنا قاعد أشاهدها معك. أنت الآن في بلد في قانون، ليش أقدم الأخ على الضرب؟ لأنه هو متيقن في حقيقة نفسه أن القانون لن يطبق. نعم. هو في حقيقة نفسه، وهي ليش أخذها بالضرب؟ أليس بالإمكان أن يقول يقدم شكوى المقفر؟ ما يعني ما عنده رقم ولا لا عنده شكل. لا رقم ولا عنده شيء، يعني معناته شنو؟ إحنا بحاجة لتطبيق القانون في البلد. لو طبق القانون هيبة القانون أخذها. هيبة القانون. ألا تعتقد هيبة القانون يؤخذ بعين الاعتبار عندما يكون هناك رجل الأمن غير مهاب عندنا؟ نعم. يعني الهيبة قلت مما أما كانت سابقا. صح. يعني هذا الشخص عندما يكون في بلده يهاب شرطية أو يهاب يعني الشخص اللي في وزارة الداخلية عندهم في دولتهم، لكن عندما يجي هنا يقعد يتكلم ويقعد يفعل أفعال فاضحة. صحيح صحيح صحيح. هذه مو أول حدث ترى، مو أول حدث يكون في حولي ولا في المناطق الكويت الأخرى، في أحداث كانت سابقة له. إحنا قصدي شنو؟ أنا القانون، أنا عندما أكون شديد في تطبيق القانون وأشوف من الوضع الحالي، أنت يا حين مثلا أجنبي في الكويت، أنا أحترمك كأجنبي، لك حق الإقامة والدولة دولة قانون، دولة مؤسسات الكويت تحميك من جميع، توفر لك الأمن، توفر لك المأكل، توفر لك المشرب، تعطيك صيغة عمل جيدة، حتى ممكن بعض الأجانب أفضل من الكويتيين يقيمون ويطبق عليهم القانون أفضل من الكويتيين. يعني ردة فعلي أنا كأجنبي في الكويت أنا أقوم بالضرب والاعتداء على أهل البلد، إذا أين القانون؟
يجب أن يطبق القانون على الجميع. لكن من أمرك من هاني يمكن قضية أخرى اليوم عندنا آخر فقرة، فقرة رسمة الكاركتير، جريدة الراي زميلنا جعفر الرجب يعني كان له رسمة وكانت مميزة بجميع النواحي. أخ سلمان كان لك تعليق عليها يعني قبل الفاصل. لعبة العراي صح؟ لعبتي طبعا، هي لعبة ضخمة هذه. يعني أكثر شوف نواب اثنين كل واحد فيهم مختار لوزير. نعم. ها النائب حجمه أقل من حجم الوزير الآن. كشكل. نعم. ها لكن ممكن الوزير اللي يصبب عرق والآخر يتردد. يعني هذه ما تقول لعبة فعلا لعبة بس شنو هي أي لعبة؟ يعني مو لعبة كراسي هاي بعد، هذه أكثر من لعبة. طبعا الوزراء يحركون النواب. الوزراء هم بس الوزراء يتلاعبون الآن بالنواب. يعني الوزراء حاليا أصبح المجلس في يد الحكومة كما تشاء. طبعا البعض. البعض أو الغالبية، أنا أقول الغالبية. 35 اللي طلعوا. مثل ما قال 35، لكن أنا أطالب بال 35 وأطالب الثانيين العكسهم بتطبيق خطة التنمية. طبق خطة التنمية وأعطوني جدول تطبيقك ها حتى تكون الحكومة نعرف من يتلاعب بالآخر. يعني في هذا السياق راح تكون. إيه في هذا السياق طبعا. المهندس سلمان القلاف وصلنا وياك لنهاية الحلقة ونشكرك على إثرائك للحلقة هذه. شكرا لكم جدا هذه الاستضافة وأتمنى لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله. أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة. إيميل البرنامج موجود عندكم للتواصل مع أسرة البرنامج، راسلونا على الإيميل حتى نلقاكم في حلقة مقبلة. نستودعكم الله ومع السلامة.